سنتر واس قفصه. سنتر واس هذا سنتر ديستيني لي فام. احنا بدنا في 2012 كونا برشا نساء، كونا في برشا ميادين نعمل لهم دورات تكوينيه في يعني في لونتربرونيا ليدرشيب، في سوفت سكيلز. عندنا دي باكيج معناها دي بلوزيور موديل كل فام سولون لي بوزوان تاعها. جينا دي فام يعني كانوا تيميد على الاخر ومسكرين برشا. دونك في سنتر واس عملوا دي فورماسيون ولا يعرفوا يتكلموا في الكوميونيكاسيون. ثم عندنا اللي هزوا دي معناتها هزوا جوائز ما شاء الله يعني في الدومين تاع الصناعه التقليديه. شيء عندنا حتى توا سكس ستوري جا كنا نحكي عليها الداخل مع سعاده السفير وزير التشغيل. كانت اول مره تنجم تكون في تونس دخلت يعني عالم المقاولات. وعندنا زاد عندنا سكس ستوري اخرى في مجال الحرفيات. وان شاء الله في الواتساب هذايا، الواتساب هذايا هذه يعني فاز تاع افونسمون تاع البروغرام واس. احنا عندنا دو فولي خدمنا عليهم، فولي الاولاني والثاني توا واتساب نخدم مع فاز اكسيليراسيون لي فام اونتربرونور. نحاول نخدم مع النساء اللي هما ديجا لونسي لي بروجي لونسي، عندهم مينيموم عام ونص ولا عامين، عندهم ان نيفو معناها يعني عندهم نيفو يعني باك بلوس او بيان نيفو تنجم تتكلم به او بيان عندك تفهم في النوفل تكنولوجي وكل شيء. توا بدينا نعمل في سيليكسيون تاع لي فام، عملنا معاهم دي زونتروتيان باش نعملوا لهم اكومبانيمون وسويفي. احنا ولجنه يعني لجنه تاع خبراء في الجهه نتاعنا ديجا وقع اختيارهم احسن احسن خبراء هديناهم بي اف بي ام او بي دي اس فرد سي ام. وعملنا لجنه مع بعضنا وبدينا ان شاء الله باش نكملوا سيليكسيون تاع لي فام ونبدا نخدموا مع بعضنا ان شاء الله.